Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmanto Tarigan, asal sekolah SMP Tekro Medan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-naziati ghorqa wan-nashiqati nashqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-radifa tatba'uha ar-radifa qulubun yawmaidhin wajifa أبصارها خاسئة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع شمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت
Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.